حيث قد علم أن النبي قد دخل إلى هذا المكان، فقال أبو موسى الأشعري: مكانك، أنا البواب في هذا اليوم، مكانك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يريد أن يجلس وحده، لعله يريد أن يخلو بنفسه. قال: حتى أستأذن لك. فوقف أبو بكر، فدخل أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر عند الباب. قال: أذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو بكر وقال له أبو موسى هذا الكلام، فحمد الله جل وعلا وجاء وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه في البئر. ثم جاء عمر وأيضا قال له كما قال لأبي بكر، فجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان، ولكن لأن محيط البئر دائر قطر، البئر كان صغيرا فلم يكفي لعثمان، فجلس جانبا، وأوله بعضهم بقبورهم، قبر النبي وقبر أبو بكر وقبر عمر، أنهم يعني بجانب بعض. أبو بكر الصديق ثاني اثنين بالمكانة. الروح نائم الرحمن. يذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنه حصلت مشادة بين أبي بكر وعمر، فأبو بكر رضي الله عنه في طبعه حدة، حاد الطبع، حاد الطبع يعني يغضب بسرعة، هذه أطباع، فكان طبع أبي بكر هكذا يغضب بسرعة. فقال عمر كلمة، قال أبو بكر كلمة بينهما، فقال أبو بكر كلمة لم ترضي عمر، لم تذكر هذه الكلمة، ثم ندم أبو بكر فقال لي عمر: اغفر لي، سامحني يعني على هذه الكلمة التي خرجت. وعمر غضب على هذه الكلمة التي قيلت له، فقال: لا أغفر لك، لن أسامحك. ثم خرج عمر وترك أبا بكر. حزن أبو بكر، يعني كيف يعني أغضب أخاه؟ طيب حاول أن يعتذر منه، لم يقبل عمر، فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مقبل، سبحان الله، الإنسان تظهر على تعابير وجهه يعني حالته. فلما رآه النبي مقبلا قال لمن عنده ومنهم أبو الدرداء: أما صاحبكم فقد غامر، يعني عنده مشكلة صاحبكم هذا. فأقبل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الحزن والكآبة والضيق، فقال له النبي: ما لك يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر حديث فأسرعت إليه، أنا اللي غلطان، أسرعت إليه بالكلام، فقلت له: اغفر لي، فلم يغفر لي، هذا اللي مضايقني، لم يغفر لي. ماذا قال النبي لعمر؟ ماذا قال النبي لأبي بكر؟ قال له: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. استغفر له ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. لم ينتهي الحديث. يقول أبو الدرداء: فندم عمر أنه لم يغفر لأبي بكر، فرجع إلى أبي بكر ليقول له: قد غفرت لك، لكنه لم يجده في بيته، فذهب إلى مجلس رسول الله ولا أبو بكر موجود، يريد أن يقول له: قد غفرت لك. يقول أبو الدرداء: فلما أقبل عمر قام إليه النبي مغضبا، النبي غضبان على عمر، قال: فقام إليه النبي مغضبا، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطان يا رسول الله، لا تغضب على عمر، أنا اللي غلطان، أنا كنت أظلم. يقول: والنبي لا يلتفت إليه،
فأقبل إلى عمر فقال له: يا عمر. قبل أن يتكلم عمر لم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمر، أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، أول واحد صدقني، أول من آمن بي، أول من نصرني، أول من وقف معي، أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ عندها قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها. عرف الناس كلهم قدر هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فما أوذي أبو بكر بعدها. فالثنائية عند هذا الرجل تجدها في أمور كثيرة حقيقة، يعني في أسرى أحد، عفوا في أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وقع عنده مجموعة من الأسرى قريب من 70، فاستشار الصحابة: ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى؟ أول من يجيب أبو بكر، أول من يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أول من يستشار ويطلب منه الرأي أبو بكر رضي الله عنه. فقال: قومك وعشيرتك أرى أن تفاديهم يا رسول الله. واختار النبي قول أبي بكر صلوات ربي وسلامه عليه. أختم الثنائية بالحديبية. في الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو من طرف قريش، تعلمون جميعا أن بنود الصلح كان من ضمنها أنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طالبت به قريش فإن على النبي أن يرده إليهم، وأن من خرج من المسلمين إلى قريش وطلبه النبي فليس على قريش أن ترده. يعني هذا الشرط يعني واضح، أنت يا محمد ترد الذي نطلبه ونحن لا نرد الذي تطلبه. ظاهر الشرط أن فيه إجحافا في حق المسلمين ثم طبق واقعا. أثناء الاتفاق جاء ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل بن عمرو أبو جندل، وكان مسلما، وأبوه سهيل كان حبسه في البيت لأنه أسلم، فهرب من البيت لما علم أن النبي قريب من مكة صلى الله عليه وسلم في الحديبية، هرب من البيت بقيوده ثم جاء وطرح نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي إلى أبي جندل فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول واحد أطالب فيه، ترده إلينا الآن. فقال النبي لسهيل: بل تتركه لي. قال: لا، ترده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تتركه لي. فقال سهيل: إما أن ترده وإما ما في اتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: خذه إذن، خذه إذن. فبعض الصحابة يعني استغرب من هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يغدر صلى الله عليه وسلم، وإذا قال كلمة التزم بها صلوات ربي وسلامه عليه.
قال فخذ أذن، حتى إن بعض الصحابة يقول فاقتربت من أبي جندل أقرب له السيف، يمكن يأخذ السيف يذبح أبوه ولا